في الحلقات السابقة اكتشفنا مع بعض عاصمة كمبوديا بينون بن، وتعرفنا على بعض من عاداتهم وتقاليدهم. سمعتوا أكل السلحفات. اليوم قررت أروح اكتشف مناطق المسلمين في هذا البلد. الجزائر. السلام عليكم. أهلا بكم. وتعرف على ثقافاتهم. نايس. رحلتنا اليوم أخذتنا إلى مدينة كامبونغ تشاو، واللي تعني بالعربية ميناء المسلمين، واللي اكتشفناها بالحظ. حلال. إذا جماعة الخير وجدوا روحكم لأجمل مغامرة في أجمل قرية مع أجمل الناس. يلا بينا. المغامرة يبدأ. شكرا أبو سعد. صباح الخير. من أجمل إطلالة تقدر تشوفها لهنا في كمبوديا. الآن أنا متواجد في أحد القرى اللي تبعد عن العاصمة حوالي 3 ساعات. هي زوج حاجات حبيت نسكن هنا في هذه القرية. أول حاجة باش ندخلوها في الطبيعة تاعها ونتعرف على الناس البساطة. تاني حاجة السعر اللي بزاف رخيص، وهذه أول غرفة نديها وحدي ليا، يعني كريت هنا غرفة أرخص من اللي كريتها في العاصمة هوستل. هذه هي الدرجة النارية اللي راح تكون زميلتنا في الرحلة تاع نهار اليوم، اللي راح نكتشفوا فيها مناطق المسلمين بإذن الله. المهم ديتها من عند هذا الجيست هاوس اللي راني قاعد فيه، اللي استقامت لي بدراهمنا 140,000 هكاك بدراهم، 150,000 تقدر تقول، ودوك نزيد نعمر لها كاش 50,000 ليسونس ونتوكلوا على ربي باذن الله. المهم دراجه تبان شابه بزاف، يعني اوتوماتيك تنوض بلا مفتاح. باش راح نزيد المشكل كاش بلاكه 80 نديروها، باسكو راكم تعرفوا الرياض بلي ما عادش يسوق كامل. اول حاجه لازم نديروها الكاسك. نتفهموا من دركا مناطق تاع المسلمين، والله دركا ما على باليش وين جيد. جيت راح نتبع الجي بي اس وندير الجامع برك المساجد، وين كاين مسجد راح نحبس ونشوف ونكتشف القرى مع بعض. يعني واش راح تشوف، يعني راح تشوفوا انتم. انا انسان موطو ما نعرفش نسوقها، هذا هو المشكل الاول. ثاني حاجه ما عنديش بيرمي، ما عنديش رخصه سياقه. الحاجه المليحه هو نهار شباب مستعدين باش نديروا جوله مع زميلتنا اليوم. يلا روح. بسنا باش نعمروا لها ليسونس وما على باليش باسكو راح تخلص لها كامل. وشوفوا كاش يبيعوا ليسونس لهنا، يبيعوا في القرى. يا درهم كاين واحد هنا. الو سوبر موتو بايك. يس فول. اي نيد فول. يس وان وانا شريكي معكم واحد حابس في مجال درجة النارية. باش نبداو رحلتنا باسكو دوكا عندنا راح نمشيو 50 كيلومتر. 50 كيلومتر ربي يجيب الخير. واحد ما عرفش يسوق الموطو، والله راني طبطا برك هذا ماكا ني فيها. ثانك يو اكون. بسم الله. انا متحمس بزاف باش نشارك معكم القرى المسلمه. مش قادر نركز في الكاميرا لانه كاين بزاف حفرات. مازال جولتي باش نكتشف القرى تاع المسلمين، باسكو لا غالب باش توصل القريه لازم تتعذب. راني بادي الموطو، الطريق اللي راهي بدات صعب، وانا تعرفوني انسان من عشر سوق دوكا مادام وليت نعرف السوق بيد وحده قاعدة برشا. المفيد والله ما على بالي اسكو نروح هكا ولا نروح هكا، ماهيش باينه قايا. شوف الطريق اللي راهي مهروده، ان شاء الله برك ما يسرى والو الموطو هذا ما كان. صباح الخير. شوفوا وين دخلت. شوف دركا نتبحر ما نتبحرش، المهم انني حاب ندخل مناطق المسلمين. دوكا شوفوا بلاصه خاليه كامل، كاين موتور جاي. وين جيت هذا المكان لقيتهم يصيدوا. الو فيش. لقيت هذا الصيد ثم يرمي الشبكه لهنا لداخل. يو ذيس فروم هير. يرمي الشبكه لهنا ويصيدوا هنا في الوادي. المهم هنا وين تروح البلاصه اللي تروح لا تلقاهم يصيدوا هنا. ونضارع قبل الموطو حتى لقيتهم. شوف البلاصه اللي راني فيها اللي بزاف شابه. شكشو جبت الشبكه رامي يتناوبوا بالواحد يدخل لداخل. باش نوريكم برك مراحل تاع الصيد الاسماك لهنا في الواد كيفاش يصيدوا هما بالشبكه كما راكم تشوفوا. واللي كيما لقينا هذيك المراه تخدمها في الحانوت تاعها، تسمى هذه الشبكه يخدموها فقط في الويدان. علاش كنت نقول لكم الاسماك تقريبا تاع كمبوديا كامل يجيبوهم من الويدان، ما يجيبوهمش من البحر. والله تشوفوا الطريقه تاع الصيد التقليديه هذه، يعني واحد يدخل البحر واحد شاد الشبكه هنايا ويبداو يجبدوا فيها ويجبد عقيب العقل. شكاش هاو الجبل هذه
ما شاء الله. باي باي، ثانك يو. ما شاء الله. المهم انا نزيدو نمشي بالموطو تاعنا، نزيدو نكملو الطريق تاعنا منا، واللي راهي محفره بزاف بزاف. الحمد لله رانا وصلنا لاول مسجد لهنا في هذه القريه اللي يسموه المنصوريه. قررت نحط الموتو بايك تاعي لهنا، ماشي موتو بايك، سكوتر تاعي، والله وصلتني الحمد لله. المهم راهو المسجد مغلوق لانه راهي 10:15، خاصنا حتى نروح نديروا جوله في القريه ان شاء الله، ومن بعد كي اذن الظهر نجوا نصليوا فيه. المهم هذه هي قريه المسلمين، وين كاين المسلمين دوكا احنا خرجوا، راهم كاينين دراري صغار هنا يلعبوا. شوف حتى الدراري الصغار تلقاهم يسوقوا موطوات نورمال. لا صداي، شوف الحركه كيفاش راه، ما شاء الله. خوتي انا متحمس بزاف باش نشارك معكم الاجواء هنا في القريه المسلمه. يا درا انا نحشب شويه، ولكن خرجوا بسم الله ان شاء الله برك ما يصرى حتى حاجه الموطو. اليوم راهو كاين ريح بزاف، راح ياثر شويه على الجوله تاع الصوت اليوم مع الاسف الشديد، ولكن معليش فيها خير. شوفوا المنازل تاعهم، الحاجه اللي لاحظت انه هنا في القريه المنازل اللي خشبيه ومبنيه، شغل ماشي مبنيه في الارض، ما تقيسش كامل الارض، شغل دايرين بيليات بالحطب وحاطينهم كما راكم تشوفوا. الناس قاعد تخزر فيا بيزار، على بالكم بالك جامي شافوا واحد هكا باللحيه او ما على باليش. يا درا يا خويا الخلوي باتم معنى الكلمه كي تكون تمشي هنا. شو شو طبيعه ما شاء الله برك. راني نشوف الناس اللي هم قاعدين في المنازل راهم يخزروا فيا، واش بيه هذا واش بيه، مهبول جديد جا الحومه والله وشنو. انا بدينا نوصلوا للمسجد الثاني، دونك كملنا المسجد الاول اللي يسموه المنصوريه، وهذا المسجد اللي يسموه مسجد رفعت جبر الحامد شريف. دولة الكويت، هذه نورمالمون بنات دولة الكويت، تنفيذ جمعية الإصلاح الإجتماعي دولة الكويت. هما هذا مسجد ولكن راهو مغلق مع الأسف الشديد. شكل منزل لكن ما كاين حتى واحد نهضرو معاه، والله كاين يهضر أونجلي والله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. How are you؟ منين معك؟ تتحدث عربي؟ عربي؟ أنت عربي؟ عربي. ما شاء الله. منين؟ الجزائر. الجزائر؟ الجزائر. السلام عليكم. أهلا بكم. كيف حالك؟ مع من أنت؟ وحدك؟ أنا مكتشف وحدي. تفضل تفضل، إنجليزي أولا. بارك الله فيك. بارك الله، أنت منين؟ أنا كمبوديا. كمبوديا وتتحدث عربي ما شاء الله. ما شاء الله. أنا في مصر من أول يعني. أنا خرجت من مصر 2010 يعني. 2010 ما شاء الله ما شاء الله. لقيت المسجد مغلق الأول والمسجد الثاني مغلق أيضا. ليس الصلاة. نعم وقت الصلاة هنا، وقت الصلاة سيفتح يعني. أوكي. هذا مصلى المسجد كبير هناك للخطبة للخطيب هناك. أوكي أوكي. هذا للخمسة صلوات فقط الجماعة يعني. ما شاء الله. تفضل معنا. سمعت بالقرية هذه قالوا لي كاين فيها كثير مسلمين. إذن كلنا مسلمين في في قليل يعني البوذية. قليل. لا ما شاء الله ما شاء الله. هناك قرية يسمى تربانكشا، هنا تربانكمو. اوكي. هناك بومتماي. بومتماي. دخلتم هناك؟ دخلت قريب هناك. من السوق يعني. والدراجة ركنتها أمام المسجد مش مشكلة؟ من؟ الدراجة. اوكي اوكي تمام. إذا أنت هو الإمام هنا؟ نعم أنا معلم. معلم. نعم مدرس هنا. ما شاء الله. والان والله الحمد لله، وانا نجول في هذه القريه حتى نلقى بالامام وانه يتكلم عربي. انت تعرف الجزائر؟ نعم بعض الاصدقاء من الجزائر ايضا في هناك، لكن ما شاء الله ما شاء الله. قال لي نمو كاينه قريه راهي قريبه هنايا فيها كثير من المسلمين باش نروحوا نكتشفوها، وفي اشياء جميله نقدر نشوفها من هنا. نعم. اوكي. مسلمون هناك ايضا. اوكي اوكي ما شاء الله. تريد تمشي معي؟ اوكي. شرف لي. دراجة ولا مشي؟ المشي مشي افضل. بعيد انا. اوكي كم هي بعيدة؟ لا ليس بعيدة يعني ممكن حوالي كيلومتر فقط. كيلومتر فقط؟ اوكي. بعدين بوزية يعني. اوكي. هناك كروتشمان. المشكل هنا ما يتحدثوش انجليزي، انجليزية مش كثير. موجود ايضا بعض الطلاب. انا تلاقيت بالامام المسجد الاول. اسمه الامين. نعم لقيت به ولكن ما يتحدث انجليزي للاسف. في بعض الطلاب يتحدث انجليزيه. من الممكن هم يأتوا الى المدرسه. اوكي
والله من حسن حظ اني تلاقيت انا جيت خايف لهنا في القريه، خفت ما نعرفش كيفاش، ولكن ها زهر وانا نحوس على المساجد حتى نلقى شخص يتكلم عربي ما شاء الله، لا انجليزيه لا يديك لا يجيبك. شوفوا الاجواء تاع القريه كيفاش، المنازل شوف كيفاش. بعد عرضني باش نشرب شاي معاه هكذا باش نشارك معكم كل شيء حول هذه القرية تاع المسلمين هنا في كمبوديا. كما تعودتوا مع رياض أي مدينة يمشي لها يكتشفوا المدن المسلمة، ما نكتشفوا فقط الحاجات الغريبة. ولكن دوكا راح نمشيو واحد كيلومتر بالدراجة. تفضل معنا. اوكي شكرا أنا... جزاك الله خيرا. نمشي ونشوف بعض القرى يعني. اوكي بسم الله. هذا اكثرهم من الفقراء والمساكين، تمشي الى هنا ايضا اولا؟ انت هو القائد هنا. هناك مسلمين ايضا. ما شاء الله. قرية ربانك ماي. اذا جميع مسلمين هنا. نعم كلنا مسلمين. طبيعة ما شاء الله هنا. الارز. هذا الارز؟ نعم. اوكي. هذا راهو يقول لكم الارز كما راكم تشوفوا. في قارن هناك. ما شاء الله. يعني اقتصاد كمبوديا من الارز، من الزراعه. نعم والخياطه ايضا. والخياطه ايضا. نعم ما شاء الله. ام لاي ها يا ناي ليس للبقر، للجاموس. اوكي للجاموس، طعام جاموس. اوكي مسلمين ولا لا؟ نعم. السلام عليكم. كان اسلام. يا ما شاء الله. باي باي. والله الناس هنا ما شاء الله. 2010 حتى الان ما اتحدث عربيا مع من احد، يعني مع احد. انا اول واحد بعد بصر. نعم لذلك من الممكن انسى قليلا في اللغه العربيه. لديك عربيه افضل مني. لا 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 والله. المره الاولى قلت هذا مش كمبودي لما تكلمت معي عربيه. انا شفت شكلك يعني شكل عربيه يعني اذا. سألتكم أنت عربية يعني؟ لا شكلكم زي الإنجليزية؟ لا 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 عربي. زي الأمريكا؟ سمعت أنكم مسلمون تتكلمون لغة غير الخمرية. غير الخمرية. لغة الشامية. نعم لغة الشامية. نعم. بيت أمير رئيس القرية. يعني. رئيس القرية. نعم. الحكومية يعني. ما شاء الله ما شاء الله. هذا جبيع. يسمى ماذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الرب من الجزائر كان مكان بوفلاي فتبع يم أدن. السلام عليكم. باكر ناي. السلام عليكم. السلام عليكم. يم جابل. السلام عليكم. تلوطني يم ماي. الرب الجزائر. الجزائر. يعرفوا الجزائر ولا ما؟ أفريقيا. أفريقيا تقدر تقول لهم. أفريقيا ره. أفريقيا. نتريب أفريقيا الجزائر نكان عربو عربو. يستعمل للصيد هذا؟ نعم نعم. صيد السمك. يصطادون في النهر؟ ليس في النهر، في هكذا بعضهم إلى النهر وبعضهم في منطقة هذا في. أوكي ما شاء الله. أنا جينا لواحد القهوة اللي هنا عندهم يخدموا هذا تاع الصيد باش يصيدوا بهم، ولكن القاعدة الخلوية اللي هنا معهم ما شاء الله. ثانك يو. السلام عليكم. ما شاء الله. عرفت مزرعة مطاط؟ مزرعة المطاط. نعم ممكن يستخرجوا المطاط؟ نعم. ممكن نروحوا نشوفوها؟ ممكن. شكرا كثير. ندخل واحد المزرعة تاع المطاط يقول لك مش شجر. لكن ما فيش مطاط. ما فيش. نشوفوا فقط طريقة الاستخراج. استخراج الماء. هذا المطاط. اوكي. شوفوا المطاط وين يخرج. يعمل بسكين. بالسكين هنا؟ نعم سكين. هو يوجد سكين هو وحده، يعني سكين خاص له. اوكي اوكي. نقطع شويه ثم الماء هذا يمشي هكذا الى بعد يحط هنا. نعم حط هنا داخل هذا. راه يقول لكم هنا الشجره ثم ياخذ مجابيع للكيلو. للكيلو نصف دولار. نصف دولار للكيلو. 50 قرش يعني. راه يقول لكم هذه هي الشجره تاع المطاط، يواسوها بالموس هنايا. من بعد تبدا شغل تحس الشجره كشغل راهي تبكي هكا المطاط لهنا، من بعد يحطوها هكا تبدا تسيل ديريكتومون في الطبسيل يحطوه لهنا. هذه اول مره نشوفها. انا ما كنتش عارف، انا كنت عارف فقط في امريكا اللاتينيه يقوم بتسنان المطاط، ما كنتش عارف في اسيا يوجد. اسيا كله كثير. في تايلاند وماليزيا كثير جدا. انا سمعت في امريكا اللاتينيه. كمبوديا قليل جدا. قليل. كمبوديا قليل جدا. اقل من الدول في اسيا يعني. المطاط.
انا نجولوا هنا بالدراجه الناريه رصايد. هذا مسجد اخر. هاني فتحات فتحات نرى من لعبه لعبه البول. الو السلام عليكم. How are you؟ السلام عليكم. How are you؟ Good. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله. جزائر جزائر تاع افريكا يعني تاع موكا افريكا. شوف ما شاء الله كاش من لعبه اللعبه تاع البول هنا. هو اسمه اسماعيل. اسماعيل ما شاء الله. اسماعيل ماهر. اسمه موسى ما شاء الله. قدير عبد القادر ما شاء الله. ما شاء الله عبد القادر. اللعبة المشهورة هنا في القرية. نعم. هي لعبة البول. نعم. للعجوز للشيوخ فقط يعني. للعجوز للكبار وللشباب واش يلعبوا؟ الشباب يلعبوا الكرة كرة قدم. نعم كرة سلة يعني. اوكي ما شاء الله ما شاء الله. اوكي السلام عليكم. ما شاء الله. وهذا هو مسجد اخر. كل ما نزيدو نمشيو نزيدو نتلاقاو بمسجد. وهذا سولا سنغافور. من سنغافور. هذا. اوكي هذا المسجد اللي يقول لك بناوه تاع سنغافور. وهناك الاولاد هنا اكثرهم يمشون الى مدرسه هنا للدراسه العصريه والشرعيه. الشرعيه عندما الاسلاميه. نعم انت تعني. ما شاء الله الاسلاميه في 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 عندنا هذا المنزل تاع الامام. ما شاء الله تضافني شيء ما شاء الله. شكرا على الشاي. بارك الله فيك. هذا ذكرت ايامات تاع الهند وبنغلاديش لما كنت فيها لانه الشاي انا ملي جيت كمبوديا هذا اول شيء اشربه لما اجي كمبوديا. لا والله. والله. والان بعد ما ودانا الامام اللي بارك الله فيه ضيفني شاي لتماك دوكا كملنا قال لي دوكا ندي. قلت له لا خليني دوكا نحب نكتشف القريه بنفسي كما عودتكم مع رياض نكتشفوا ديما واحد نزيدوا نتعرفوا على ناس جدد. المهم هذه المشيه في القريه كيفاش اللي ما شاء الله اللي بزاف بزاف شابه. السلام عليكم. ما شاء الله. المهم هذا هو اللي يجيب فواتير تاع الكهرباء الناس تاع القرى هذا تعرفت عليه. بصح شوفوا المنازل كيفاش دايرين لي بزاف بزاف شابين ما شاء الله. يعني هنا الطبيعه اللي تلقاها بزاف شابه. دوكا نغوص في وسط هذه القريه باش نتعرفوا على ناس جدد على عادات وتقاليد المسلمه. قال لك تقريبا 90% كامل المسلمين هنا في هذه القريه وكاين 10% بوذيه حاجه باينه. لا شوفوا ما شاء الله كنت تمشي هنايا طبيعه لي بزاف بزاف شابه حاجه بيزار بالنسبه لهم هما الناس اي تخصو فيها. شكون هذا اللي راهو هنايا عافاك راهم يشوفوني باللحيه هكذاك. المهم الجايز كامل اللي راهم في الطريق بالك هو انا اول سائح نجي لهذه المنطقه على بالكم. باليش كامل من راني رايح. الدراجه تاعي خذيتها من الجامعه وتركتها امام الامام قلت له راح اكتشف كامل القريه وانا امشي وراح روح مختلف القرى يعني مانيش رايح القريه واحده فقط ومستحسن مش بالدراجه لانه شوف الطريق كيف. اذان ما شاء الله راح نصلي الظهر تاعنا. راكم تشوفوا مركز تربيه المحمديه ما شاء الله. طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه ما شاء الله. تفرح وين تلقى العربيه في دوله غير مسلمه باش تعرف المسلمين everywhere المسلمين في اي مكان. شريكي وانا نتمشى في هذه القريه راني يعني نشم غير في ريحه الباقه وريحه الغنب ما شاء الله تقدر تقول ريحه الريف في الطريق يعني نمشي فيها ومازالني في اكتشاف لهنا القرى عندنا في كمبوديا. والله قررت باش نجي لهنا القرى تاع المسلمين كما عودتكم في كل بلد نزوره ان نروحو نكتشفوا كاش قرى ولا مدن وين يتمركزوا المسلمين ونكتشفوا عاداتهم وتقاليدهم. لما كنا في رمضان جوزنا في الهند اكتشفنا عادات وتقاليد مختلفه المسلمين اللي يقوموا فيها في الشهر الكريم. وهذه خطره جينا في الايام العاديه باش نكتشفوا قرى المسلمين في كمبوديا كما راكم تشوفوا. رياض راهو مبحر ما على بالوش كامل ناوي يروح. راكم تشوفوا فيا راني نمشي معكم ونشارك معكم كل شيء يعني واش راهي تشوف عيني راكم تشوفوا لهنا. لكن حبيت نتكلموا على موضوع بزاف مهم. هنا المسلمين تاع كمبوديا ماشي خميريين. المجتمع تاع كمبوديا يعرف بالمجتمع الخميري ولكن لا هذو جايين من لكه تشامبا يعني عندهم لغه خاصه وعادات خاصه وتقاليد خاصه. فاش ولاو مسلمين هي مقبل كانت هندوسيه المملكه هذه ولكن دخلهم الاسلام عباره عن تجار تاع المسلمين. كمل خالي الطريق اللي ما على باليش كامل وين رايح.
انا نتبعوا وراكم تتبعوا معايا نكتشفوا كاش قرى اخرى، وان شاء الله نتلاقاو بناس يتكلموا انجلي ولا يتكلموا عربي. وديما رياض يمشي على رجله، يمشي ويزيد يمشي، وراكم تمشوا معايا. المهم جينا لهنا لقينا الاكل الحلال عباره عن دجاج لهنا. المشكل انهم ما يهضروش انجليزيه. الو الو You wanna eat with me? Eat with me? Okay. Yeah. Eat with me? Karim. Karim. Yeah. You? Muhammad. Muhammad Riyad. And you? Fitchiri. Okay, nice. Do you have sugar? Bao. المشكل لهنا ما يدروش فونغلي واني نلقى بزاف بروبليم. عباركم انا خبطت لقيتها لابسه اخي مره قلتها نورمالمون حاجه لا يا خلاص. السلام عليكم. دينا شويه دجاج تاعنا لانه ملي جيت لهنا مزال ما كاينش الدجاج، راني ناكل غير الاكل البحري هذا ما كان. لا يو ديرو تراديكسيون كاش ما يمشي بزاف بروبليم راه يبدا يجي. ما فهمتش الريزو راه عيان كامل. ثانك يو Is that sweet? No. Thank you. Halal. Halal. هذا هو الأكل تاعنا. جبنا فيها الدجاج لهنا والأرز هنا. And this mix rice? This with rice? Yeah. Okay. الدجاج اللي مدوزينه بزاف من الليل على بالكم. والله راه مدوزينه طري هايل. المهم بشوي عندي بزاف ما كاينش الدجاج مشوي. لا تحب مشوي. السلام عليكم. How are you? Good. السلام عليكم. ما شاء الله. Good. It okay. This مسجد. مسجد. السلام عليكم. مرحبا. اسمي محمد رياض. محمد. علي. ما شاء الله. يحيى. أحمد. Okay. كمبوديا؟ كمبوديا. ما شاء الله ما شاء الله. هندو. ألجيريا. ها؟ ألجيريا. ألجيريا. أفريقيا أفريقيا. أفريقيا. أفريقيا يا. كنما. أفريقيا. ها؟ أفريقيا. الجزائر. It's called جزائر. العربي. I speak Arab. 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 Yeah. I speak Arab. Yeah. But Africa Arab. Africa Arab. Arab yes. Africa Arab. Nice. Yes. Kenapa tak ini? Thank you. What's that? Okay. مدنا هذا. السلام عليكم. How are you? Okay. عطاونا هذا ضيفنا هذا ما شاء الله. Thank you. أكون. بسم الله. It's good. Thank you for this. Thank you. Okay. Okay. Thank you so much. السلام عليكم. Okay. انا تعرفنا على الناس هنا المسلمين ما شاء الله عليهم، وزادوا ضيفونا بهذه اخوتي لار صافي بليزير عباكم. المهم هذا هو المسجد كما راكم تشوفوا فيه. كاين واحد يبيع الحوايج لهنا. طيب باينت لي واحد القريه جايه بالاحمر. الو احبس. Is village there? It's good. Go there. Okay. انا لقينا توصيله. Okay go. كاين توصيله كراتوي حنا نمشيو لهنا الله في اخر. هنا الناس بزاف ناس بلا رياض ما على بالوش كامل عرب يس مسلم اوكي ما شاء الله. لقيت واحد مسلم هنا. There is a mosque. يبان لي مسجد هناك. والطريق شوفوا قلتكم مع رياض Thank you, brother.
ثانك يو. السلام عليكم. ثانك يو. ما شاء الله. المهم راهي 12 دوكا شويه باش نبداو نصلوا الظهر تاعنا. بصح خلينا نكتشفوا شويه المنطقه. هذا هو المسجد. شوفوا الناس كيفاش راهي عايشه لهنا. حبيبي خوكم يحشم شويه. الو السلام عليكم. الو شطري كيفاش راهي؟ بس والله ماني عارف راني داخل. المشكل ما كان حتى واحد نتكلموا معاه في الله. المهم هادو هما المنازل اللي عايشين فيهم. المنازل اللي ديما يبنوهم في الطابق الاول، يعني ما يبنوش الطابق الارضي. شو الفراشة، الطبيعة، طيونات في الوقت نفسه. المهم كاش كاين خلوي قد هكا كاش. الو السلام عليكم. How are you? السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله. Speak English? طلع. Thank you, thank you. Thank you, ما شاء الله. What's your name? Your name, your name. My name is Mohammed Riyad. You? Musa. Musa? ما شاء الله. مرسيل. ما شاء الله، ما شاء الله. Nice, nice village. المهم انا جيت باش نتعرفوا على الشعب اللي هنا، نشوفوا القريه كيفاش دايره. واتس نيم اوف فيليج نيم ابهم شمو عبري هم ساينب سا هير. اوكي اسم القريه ما يشبهنا. قريه زينب. اوكي هاي مكتوبه بالعربيه بنت محمد لعبد الله. اوكي اوكي ثانك يو. السلام عليكم. السلام. اوكي السلام عليكم. نوفد الناس اللي بزاف ظريفين هنا، يشوفوك يعرضوك ديريكت مول المنازل. ولكن او كاين لهنا زيكو حاشاكم. دوكا خصنا نروحو ندخلو نصلو الظهر تاعنا اخوتي. هذا هو المسجد اللي راكم تشوفوه فيه، وهذه هي القريه. القريه اللي تبنات بمساعده الكويتيين، دوله الكويت اللي بارك الله فيهم. حاجه مليحه كي تلقى مساعدات من الدول العربيه للدول هذو الفقيره، ولا الدول اللي ما يسلطش عليهم الاعلام الضوء كامل. المهم مازال باش نكتشفوها. كنسي ندخلو المسجد هذا. الو صداي. لنا صلاة الظهر. هما حبيت نقول لكم صلاة الظهر لهنا، الأذان يأذن 12 غير 10. كشغل القمع. اوكي ما شاء الله. ما شاء الله. ثانك يو. دوكا تعرفت على كثير من المسلمين ويتحدثوا العربية. المشكل ما قدرتش نصور لكم لأنه كنا هذاك وسلمنا من الصلاة، وبطبيعة الحال كنت مسكر الكاميرا. ولكن عرفوني بهذه القرية بمساعدات كويتية كما راكم تشوفوا دوما المحلات تاعهم. وهذه هي القرية. إن شاء الله باك نشوف الطريق اللي جيت من هذا مكان. شوفوا البيوت كيفاش جاية. خرجنا من هذه القرية اللي صغيرة بزاف على بالكم، اسمها قرية فوزية سلطان يوسف عبيدان. بزاف بزاف شابة. هذا هو اللي جابها. ثانك يو. باش تكون كملنا الطريق منا ولا نروحوا هكا. دوكا نزيدو نجيبو علاج لينا. إن شاء الله باك نلقاو كاش ستوب يزيد يدينا. علاش راحت شوية سخانة على بالك؟ سبحان الله دخلنا الجامع صلينا سخانة راح. انا نلقى الكثير من المساجد ولكن كلهم على جنب الطريق. سبحان الله الموضوع تاعنا هكذا باش نروحو نكتشفوه مع بعض. بسم الله يا ربي. المساجد لقيت ولكن القرى اللي صعب عليا نلقاهم لانهم جايين لداخل. ما لقيت دخلت ما خرجت عاود خرجت في طريق كبيرة لحد الامزة ما فهمتش كيفاش. ان شاء الله ما شاء الله تحفة. السلام عليكم. مسلمز اول؟ ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. How are you? Good. السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? Brother, please say how are you? Good. ما شاء الله. It's closed or open? English? No one English? No English. Okay. No English. Not problem. Not problem. Okay. Nice. Nice. Thank you. كيما راكم تشوفوا الناس كامل بالخمارات. ناسي نكتشفوا المناطق اللي هنا. اين قطع طريق؟ هذا ذيس وان فاير. السلام عليكم. وعليكم السلام. نايس نايس. شو الجبار كيفاش راهم يديروا؟ اتس ريدي اور نو؟ ريدي نو؟ اوكي ثانك يو ثانك يو. باي باي.
الناس لي بزاف بزاف ناس ملاح هنا. اوه وين نروح؟ السلام عليكم. How are you? Good. Do you have food here? Food. Water, water. Yes, please. مشكل انهم صح ما يهضروش انجليزي. Hello. السلام عليكم. Good. Okay, brother, brother. Brother. Thank you, thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. المهم هذه الحومة نراهم يبيعوا اللحوم كما راكم تشوفوا النقانق المرقاز. الو السلام عليكم. ما شاء الله مفيد رايح تسخانة. رونالدو رونالدو السلام عليكم. There is masjid, jama, jama. Yep. This and from there. There is masjid, jama. No? okay, okay. Akon, akon. Thank you. Bye bye. Hello. حبيت نمد لكم معلومه علاش البيوت يبنوهم هكا ماشي عندهم حيوان خطير والله هذو كيما تفهمنا اصل تاعهم من مملكه تشامبا. هذه مملكه تشامبا كانت ساكنه قدام النهر كيما على بالكم يبنوا البيوت تاعهم فوق النهر ثم هذو رفضوا هذو العادات والتقاليد حتى راهم عايشين دوكا بعيدا على النهر ولكن البيوت تاعهم ديما تلقاهم ما شاء الله. الو المهم اني بحر في هذا العالم الغريب. وعليكم السلام. قال لي السلام عليكم عرفني بلي مسلم واقيلا. وهوليك القمح هذا كامل كيما راكم تشوفوا باش تكون انت اللي تدخل منه والله ما على باليش ولكن لان الماب راهي مبحرتني كامل. شوف ما على باليش كيما نروح شغل في الماب راني نتبع كاش مسجد يكون قريب منا باش نروحو نكتشفو المساجد وين كاين المساجد نعرف بلي كاين الجاليه المسلمه ولا الكوميونيتي تاع المسلمين لتماك ولكن الماب شغل ماهيش تمشي بيان لان الانترنت راهي ثقيله بزاف. دوكا راني نمشي في هذه الطريق وحدي ما كان والو بطريق وراح تدينا اللهم بارك. انا ما عنديش بروبليم هنا رانا نكتشفو يعني ماناش رايحين لبلاصه معينه راني نكتشفو فقط في القرى تاع المسلمين اللي هنا والحمد لله انا لقينا كما تكلمنا في الفيديو السابق حول تاريخ كمبوديا حول الخمير الحمر والبوت واش دار في الشعب الكمبودي تاعو كيما على بالكم المسلمين ايضا داو حقهم وداو حقهم المضاعف لانه كان بول بوت كان حاب يجردهم من الهويه تاعهم كان حاب يجردهم من الاسلام تاعهم كلهم لحم الخنزير كان ينزع عليهم الحجاب بالنسبه للنساء كان يزوجهم قصرا للديانات الاخرى يسفروا المسلمين بزاف بزاف في عهد الخمير الحمر كيما على بالكم المسلمين ديما يدوا اضعاف مضاعفه تاع العذاب واش داو الكمبوديين المسلمين داو اضعاف هذا اللي خلى كثير من الناس يبدل الديانة تاعو الغالب عليهم كثير من الناس هاجروا راحوا لماليزيا راحوا لفيتنام لكن الحاجة المليحة أن الحكومة الجديدة هذه تاع كمبوديا يحبوا بزاف المسلمين وراهم متهلين فيهم بزاف ودركا راهي نسبة المسلمين هنا في كمبوديا أكثر من 14% كانت مقبل حوالي 3% ولا 4% دوكا راهي أكثر من 13% هذه معلومات اللي شاركها معايا الإمام لهنا واش كانوا في الإنترنت. اوكي كلب الحاجه اللي خايفه لهنا انه ماهيش حاب نتوفيهم اماكن ما كاش فيهم صح الغاشي لانه كما تكلمنا في فيديو سابق انه كان كثير من الالغام اللي هنا في كمبوديا بيتشار يا ربي نطيحوا في كاش لغم على بالكم هنا بلاصه ما نعرفوهاش قريه ديجا والالغام قازروهم في القرى خاصه من جهه الفيتنام وحنا هنا تقريبا في الحدود تاع الفيتنام الحدود الفيتناميه ماهيش بعيد علينا بزاف ثم واحد يدير حسابه ثم راني نمشي وخايف شويه الغالب لما يكون البلد مش بلدك يعني دير حسابك وراك تمشي قادر قدر الله طيح في كاش لغم على بالكم. الو السلام عليكم. جود وات از ذات اوكي اوكي نايس نايس ثانك يو باي باي. الحاجة اللي تلاحظها هنا في كمبوديا ان تلقى الكبار في السن كامل يخدموا انا درك اللي جر ماشي نلقاهم يخدموا اللي يخدموا في الاسواق باي باي. قالت لي هذه الريستورون اللي راهي مغلوقه كما راكم تشوفوا البلاكه تاع حلال راهي كبيره مصطفى حلال فود ما نعرفش ولا ما رايحين. الحاجه اللي نبداو نلاحظوها ان المنازل الخشبيه كما راكم تشوفوا راهم بانينهم. الو شو البقر وراهم شوكين شكون انا شوف شوف شو يخزروا فيا
صافي باليش طريق كامل منا يا خوتي، خرجوا منا وصايي. جالي لاحظت ان هادو المنازل تحت فريتشوسي ولا في الطابق السفلي ما يبنوش، ولكن يديروه مكان وين يحطوا فيه الحيوانات ولا يحطوا فيه هذيك، عندهم بزاف هذوك الارجوحات، كل منزل عنده ارجوحه خاصه تاعو. اكتشفوا مع بعض العادات والتقاليد، دخلنا في قرى تاع المسلمين ونكتشفوا دركا واش يخدموا هادو المسلمين، كيما شفنا صيادين وهادو الزراعه على حسب ما اعتقد. المهم جينا لهذه القطعه الارضيه هذه، كيفاش راهم يزرعوا بزراعه تقليديه هنا في كمبوديا. كان ايكم كاسي ما باش اسكو ذا قمح والله ما على باليش. من الاردن، الاردنيه بحال كيفاش رايت ما شاء الله. هو كاين قارب صغير هنايا وانا شوف غير المطوات، لا انا المطو تاعي مقاريه ليها او كاين بزاف، وانا جيت مع هذا الفلاح ما على بالناش كيفاش نتواصل. ثانك يو كاسي كيفاش رايد. نايس نايس. زرعوا بالطرق التقليديه فقط. كيفاش تعرفوا عليهم فقط كناس، نشوفوا واش يديروا في حياتهم، كيفاش يخدموا، كيفاش طرق تقليديه، ثقافاتهم، عاداتهم. هذه هي الحمد لله، هذا واش راني نسي نشارك معكم كل شيء. المهم رحلتنا مازال مستمره، شوفوا البلاصه اللي راني فيها كاع كاع قام يخزروا فيا تاعك شغل بيزار، وجابك انا شكون انت يا عباك بالك جامي شافوا اجنبي هنايا في القرى تاعهم، على بالهمش باللي حنايا نصدموا ما عندناش بروبليم. المهم هادي الله يبارك موطو بزاف بزاف شابه، ولكن انا دخلتها لي في واحد البلايص شوف اوتوماتيك تمشي بلا مفتاح. اش كاش رديتها اي والى هنا حبيت ننهي حلقه تاع نهار اليوم، ان شاء الله اللي كانت عجبتكم ولكن ماشي كيتش راح تبشر بالخير لانه انا طحت في قطيع تاع بقر كما راكم تشوفوا كيفاش راح تجوز يا رياض دوكا.